وسهلا فيكم بقناتي عالم سارة، نورتوا مرة تانية. فيديو اليوم فيديو كتير لذيذ وسهل التحضير. اليوم كتير مشتهي جاي على بالي المشاوي. هلا أنا من عشاق الدجاج أكثر من اللحم، هلا بحب اللحم كتير بحبه، بس بميل مرات أكثر لأكلات الدجاج كتير بحبها. اليوم جاي على بالي بتساوي الشيش طاووق مثل المطاعم وأطيب إذا بدكن. ما رح طول عليكم، رح تشوفوا الطريقة بالفيديو كيف رح ساويه، طريقة كتير كتير لذيذة ومميزة، وكمان صارنا فترة منيحة نساوي حلويات، إن شاء الله يا رب بضل مستمر وبساوي لكم حلويات وأفكار، وبالفيديوهات الجاية رح ساوي كتير أفكار بالحلويات بتساعد كل صبية إذا دخلت مجال المطبخ بتساوي أطيب الحلويات، وطريقة كتير مميزة وبتساعدها، وبخطوات رح بلش معها من الصفر. اليوم رح نساوي أطيب شيش طاووق. لحتى تعرفوا المكونات وطريقة التحضير خليكم معي لنهاية الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تحطوا لايك، سبسكرايب، وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل جديد مني، وكمان بدي منكم تعملوا شير لهذا الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد ممكن، والكل بيستفيد من طريقة التحضير يلي رح ساويها. بحبكم كتير وخلونا مع بعض نساوي أطيب شيش طاووق ممكن تدوقونه. أول شي بحتاج الدجاج، عندي هون صدور دجاج مغسولة ونظيفة. هلأ بيجي أقطع الصدر في النص وبقطعه لمكعبات، لا صغيرة ولا كبيرة، حجم وسط. طبعا كمية الدجاج أنا هون عندي كيلو، الكمية يلي بدك إياها تساويها. أنا بحتاج هون كيلو من الدجاج. هلأ بضيف عليها ربع كاسة من الخل. الخل كتير منيح، بيساعد الدجاج، بيعطيها طراوة كتير. هلا بقلبها شوي لحتى بيتغلغل الخل فيها. وكمان هلا بنيجي نحضر للتتبيلة، بحتاج فليفلة خضرة، وكمان نص بصلة. قطعيها لمكعبات كيف ما كان لحتى تساعدك بعملية الطحن. هلا كمان بضيف 3 معالق من عصير الليمون، وكمان بضيف 3 معالق كبار من اللبن. بيجي كمان بضيف معلقة كبيرة من الكاتشب، وكمان بضيف معلقة صغيرة من الشطة، الشطة حسب الرغبة، في ناس ما بتحب الحاد فيكي ما تضيفيه، وكمان بضيف معلقتين كبار من دبس الفليفلة، وكمان 3 معالق كبار من الزيت. هيك الصوص صار عندي جاهز. هلا بطحن المكونات كلها مع بعض لحتى بحصل على صوص. هلا بعد هيك بقوم عملية الطحن، وبيجي بضيف البهارات. أول شي راح ضيف هو الملح، الملح حسب الرغبة، أنا ضفت معلقة، وكمان معلقة من بهارات الدجاج، وكمان رشة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الفلفل الأحمر المجروش، وكمان معلقة من بودرة الثوم، وكمان نص معلقة من زنجبيل بودرة، كمان نص معلقة من الهيل المطحون، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان رح أحط براس المعلقة بودرة الليمون. إذا متوفرة عندك فيك تضيفيها، مو متوفرة عادي فيك تستغني عنها. هلأ برجع بطحن هاي المكونات كلها مع بعض، تمام؟ وهيك يكون حصلت على صوص الشيش طاووق. هلأ عندي كمية الخل كبيرة، صفيت شوي منها، وبيجي كمان بضيف الصوص يلي ساويناه مع بعض. عن جد ما بتصدقوا قد ايه الروايح بتشهي، والصوص عن جد كتير زاكي وريحته كتير كتير بتشهي القلب. هلا بخلط كل المكونات مع بعض، شايفين لونه قد ايه حلو، وبيجي كمان بحطه بالبراد حوالي ساعتين، بس يفضل انك تحطيها ليلة كاملة لحتى تاكل تتبيلتها اكثر. انا بحب اشياء التتبيلات الدجاج، ان كانت شاورما او بروستد او كريسبي، بتركها ليلة كاملة. هلا بيجي بحط للخطوة الثانية، بقطع هون فليفلات ملونين على شكل مكعبات، وكمان عندي بصل مقطعته على شكل مكعبات. بحتاج عود خشب، تمام. بحط الخضرة، بحط الفليفلة أول شيء، وبعدها بحط الدجاج بالطول. طبعا بحط الدجاج بالطول مش بالعرض، وكمان
كيف بدك تساويها، تحطي أول شيء الفلافلة أو البصل أو الدجاج بالأول، هذا الشيء بيرجع حسب الرغبة. وبنفس الوقت فيك تضيفي كمان من الخضرة مثل الفطر مثل البندورة، هاي بترجع لحسب كل ست بيت كيف بدها تحط لمساتها الأخيرة وطريقة تزيينها وتشكيلها. سو هيك الصيخ صار جاهز عندي، هلأ بحطه بالصينية وبدهن من الصوص يلي طال عندي بدهن فيه صياغ الشيش طاووق. طبعا بتحتاج بالفرن من 30 ل 40 دقيقة متى ما شفتي انها خلاص اخذت وش بطفي عليها. بيجي بحضر للتتبيلة يلي بحبها، هي عبارة عن معلقتين من دبس الفلافل وزيت زيتون. هذا دبس الفلافل يلي بستخدمه عن جد كتير كتير لذيذ وزاكي. هلأ بخلط المكونات كتير منيح مع بعض وهيك يكون الصوص صار عندي جاهز. وكمان بحتاج شوي من البقدونس، بجيب رغيفين خبز وبدهن بحط شوي من الصوص يلي سويناه وبدهن فيها الرغيف. طبعا فيكي تستخدمي مثلا بصل مع شوي سمنة وبقدونس، هذا الشيء بيرجع حسب الرغبة وشو انت تحبي بالخبزة. هلا انا بحب الخبزة بحط هيك دبس فلافل مع زيت زيتون شوي بقدونس، خصوصا للشيش طاووق والجوانح بتعطيها طعمة كتير كتير زاكية. وبيجي كمان برش عليها رشة صغيرة من البقدونس بيعطيها طعمة كتير كتير لذيذة. وبعد هيك بضيف عليها صياغ الشيش طاووق. طبعا انا هون استوت عندي مثل ما تكون شايفين لونها بيجنن وعن جد الروايح كتير كتير زاكية مثل ما شفتوا، كتير بسيطة وسهلة التحضير. هلأ رح حط الصياغ كلها وبزينها بشوية مخلل، وكمان بدهن من الصوص اللي ضل عندي من الصينية بدهن فيه صياغ الشيش طاووق، وكمان برش رشة صغيرة من البقدونس بيعطيها جمالية أكتر وكمان طعم كتير زاكي. وهيك كان الشكل النهائي لإلها، إن شاء الله يا رب تكون نالت إعجابكم. بنصحكم إنكم بتجربوها، كتير راح تحبوا هالوصفة. بشوفكم فيديو جديد بقناتي عالم سارة.